مساء الخير استاذ جورج، مساء الخير لضيوفك الكرام. يا اهلا فيك. الحقيقه انا عم تابع الحلقه ودهشت للتعبير اللي استعمله حضرة الامين العميد حطيط اللي نحن بنحترمه وبنقدره. موقفك استاذ عميد حطيط، حضرتك حر بموقفك بموضوع النائب النفس، بس التعبير اللي استعملته بعتقد خرج شوي عن اللياقات السياسيه، هذا بالشكل. اما بالمضمون بحب اسال حضرتك، هلا حضرتك قاعد على البلاتو بمرحله الازمه السوريه صارت بمرحله استنزاف وقطعت مرحله الخطر الكبير يلي كان ببدايه الازمه السوريه، بس اذا بنرجع للظروف يلي كانت فيها الازمه السوريه ببدايتها، شو كان ممكن حضرتك تطلب من الحكومه اللبنانيه بظل الانقسام يلي كان موجود بالبلد، تاخذ موقف مع هذا الطرف او ذاك، او كان الموقف الافضل انه الحكومه تبعد حالها عن اي قرار ممكن يشكل ضرر بكل بالاتجاهين؟ يعني لو الدوله اللبنانيه اخذت قرار مع الجانب السوري الرسمي ما كان رح ينعكس سلبا على اللبنانيين اللي موجودين بغير مطرح، والرئيس مئاتي اكثر من مره شرح شو الملابسات اللي خلت هذا الموقف يكون الموقف الرسمي للحكومه اللبنانيه، بعدين الاطراف اللي كانت مشاركه بالحكومه ما كانت معترضه رسميا على هذا الموقف، حضرتك معترض ومعتبره موقف غبي، يعني برجع بستعمل التعبير لحضرتك، هذا رايك وانت حر فيه، لكن اسقاطه على الواقع السياسي هلا نيه، هلا موجود بواقع حضرتك فيك تنظر وفيك تقول يلي بتريده، بس ببدايه الازمه السوريه كان الواقع السياسي والواقع الامني بسوريا حضره العميد كان غير هذا الاطار، وكان ما ممكن يتخذ الا هذا القرار، بعدين هذا القرار صح اخذه الرئيس مئاتي هو يلي يعني طلع فيه وتبنته الحكومه اللبنانيه، وهالقرار كان محور ثناء كل الدول حتى الدول اللي ضالعه بالازمه السوريه ويلا مصلحه يمكن يكون في لبنان منغمس اكثر بالازمه السوريه اثنت على هذا القرار، وبحب اقول لك انه هذا القرار هلا بوجود الحكومه يلي بتضم كل الاطراف بما فيها الاطراف يلي كانت موجوده ببدايه الازمه السوريه بهذا الاتجاه او ذاك الاتجاه، هذا القرار صار محور اجماع الحكومه اللبنانيه ومطلب الحكومه اللبنانيه. شكرا لك. هذا الموضوع ليس قرارا غبيا كما حضرتك زعمت، حضره العميد اللي انا بحترمك وبقدرك، بس هذا التعبير خرج شوي عن اللياقات السياسيه، كنا بنتمنى احتراما لحضرتك وللموقع يلي موجود فيه وللسياسه اللبنانيه العامه انه ما تستعمله. بسيطه استاذ فارس، شكرا لك. فارس الجميل المستشار الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي على هذه المداخله.